السلام عليكم، اتوقع اجمعكم كيف شو اخبار، شيء تمام. جبت لكم مقطع جديد، هذا اول مقطع راح ينزل بعد مقطع المقدمة. لا تنسوا اللايك والاشتراك. نبدا على طول. اليوم راح يكون مقطع ريكشن على تيك توك. اي شيء يطلع بنسوي عليه ريكشن، ما فرقت ان شاء الله يطلع مدري ايش، اي شيء بنسوي عليه ريكشن ما انتهون معه. وتطلع تغاني بسكب ترى، شو يقول منه شو ما شاء الله سمعتكم وراس. ليتس جو. شخص مع ايفون راح يزعل لما يشوف هذه الحركه في السامسونج. على السريع بنروح الاعدادات امكانيات الوصول، وننزل هنا نروح تحسين امكانيه الرؤيه، وبعدين نروح هنا خيار لوحه مفاتيح ذات تباين عالي، ونضغط على هذا الخيار بالازرق. هنا راح تجيكم خرك تستخدم ايام كل السامسونج. والله شوف انا بدخل نادي. طبعا هذه المره مليون، انت قلت تدخل نادي، هذه المره مليون اعرفها زين. طبعا شوف هذه القاتلين، تمام. شوف هذا واحد كاتب كانوا اخوان، هم اخوان ترى. لا هم مو اخوان، بس عشان اكون بعلمكم، بس بقول شيء. من اكثر الانواع اللي ممكن اكرهها بالبنات اللي تكون بوي، تمام. هذا اول شيء. ثاني شيء اللي تكون صغيره معبيه وجهها مكياج، معبيه وجهها مكياج. مش كمان تستخدم مكياج مثلا الحفله شيء، لا تستخدم وين؟ للسوق، الطلعه، ناس فيه شباب، تستخدم المكياج عشان تلفت النظر. خراي عليك خار. وطبعا بس مشان يكون معلمكم، لان الله متشبهين من النساء بالرجال، تمام. هذه ما اذن ملعونات اليوم الدين، فاحذري من اختي العزيزه. كنت حاط عليها البي سي، لكن احس زي ما تشوفون كانها بتكسر، ما ادري السالفه، مع ان ما يعني حافظ عليها. يوم كنت في اولى ثانوي اخذت الونت حق ابوي، رحت اجيب اغراض من البقاله، والمكان اللي حنا فيه كان منطقة نائية، يعني ما فيها لا محطات ولا شيء، فاذا تبغى شيء لازم تروح بعيد. المهم وانا ماشي مع الطريق معي اخوي الصغير، جوالي طاح عند رجولي، فباخذ الجوال. الحمد لله يا رب، الحمد لله. نايس. I love videos like this. This is so satisfying. And there you go. Get all of them. Keep going. Yeah, I love it. Hey, yo, you missed that one. Okay, good. I thought you were gonna leave it for us. Are you cake? Go back, sir. Hey, you better hit that one out. Okay, you still gotta go back and get that other one. Go back now. Thank you. There you go. ليش تصرخ يا رجل؟ صراحة المقطع حلو، فيه كذا سكتش، ترى راح تفهم اللي سمجي. هذا الزم مصرعهم. Hey, that's a nice iPad. Is that one of those new ones? Why are you taking it over? Whoa, bro! أوه يقهر يا عيال، يقهر حتى لحد ما قطع، بس أنت لا تصرخ يا العنج دي فوق الحين. No, don't drop it, Why are you on the ledge? Stop, bro. My anxiety can't handle this, bro. You better not slip or fall. شباب هذه حركة تخرج. ايش الحركة هذه؟ ها ايش الحركة هذه؟ شوف واحد كاتب طلع لك اكسبلور خير. اي والله خير يا رجل، شو يعني هيك؟ ما فهمت والله، حتى انا ما فهمت صراحة يا رؤية. أول مرة تطلع لي اكسبلور، هذه أول مرة أشوف المشكلة موثقة. أتحداك إذا الحين واحد شب يا رجل عض الأرض، عض الحين معاه، شوف باللعب لك قاعد كم؟ 128 مليون. ليش؟ اوكي خلاص ما يعرف، ما يحتاج هذا دريكس، ها؟ دريك الجو ذا 480 لا تقطع هذا مستر بيس. لا تحكي لغات يا الكلب. الله يعينك انت دريك. اما مستر بيس ما شاء الله عليه نجح. شباب هذيك المرة اكتشفت شغلة، انه بيدي باي تقريبا 11 مليون قاعد عليها، ما بين مستر بيست جاب 111 مليون. اتوقع الحين ندري كم، لكن انا شفت هذيك المرة مستر بيست وبيدي باي 111 مليون بالضبط. ابوك يا الشكلية اليوم انا كاشت كشتة فوتوغرافية، اذا شفت العيال يلبسوا زي كذا اعرف انها تجار. يا اخي انا دائما اقول انا كاشت، بس بالحقيقة انا شارد من الواقع، اني اشرد من الواقع واروح يعني السعادة وزي كذا. السوالف المبزرة هذه ما عليك منها.
اول شيء تجيب علوم المراجع، لان اذا ما اخذت القهوه معك للكشف انت في مصيبه. تخيل واحد يجيك في نص الكشف يلا حيها ارحب ارحب فوت فوت، تروح تعطيه كابتشينو ايس لاتيه، يعني لازم تقدم له القهوه السعوديه والتراث حقك وتجيب الماركه معك يعني عشان تكوع معك الرجال. حسه ما بدك كده تحطها من فوق كده. ثم رددناه اسفل سافلين. كيف الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. شباب شوفوا كيف يرجف الحركة هذه، عارفها الرجفة هذه عارفها. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بيحكم الحاكم. هذه محافظات أليس الله الله بأحكم الحاكمين بأحكم الحاكمين صدق الله. واد يا عيال مرة توتر مرة يا عيال. هذه الحركة ما يا أخي نفسها بس غير سيستم. هذا هذا مبدع، هذا جيري قسم بالله مبدع. أنا شفت مقاطع انستغرام شوف هنا أخوه خايف قبل ما يجي عبة تمثيل كده. شوف أخوه خايف قبل ما يصل أصلاً داري. شوف هو قال لي إنه في قاعة 11 قابل صديق أخير كتراني في الجامعة. هذه قديمة مرة. شوف من 19 تسع يوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت جارد الورعان؟ أنت قاهرهم؟ أهلاً أهلاً أهلاً. لا ما يحتاج. أهلاً وسهلاً. شباب هذه الحركة أنا أكره مو طبيعي. خلاص جاي يحضنك أحدنا وخلاص خلاص. لا تخجل أحد، لا أسطرك أكرم عليه يخجل أحد. ما شاء الله طلعت قصير. وأنت طلعت دكتور؟ إيه أنا دكتور. أنت ما تدري؟ لا ما قلت لي. عادي استشيرك؟ تفضل. لا ما يحتاج أقعد. عند البنك مرتفع، كيف أنزله؟ لا يا غبي. ليه؟ أنا دكتور إنسان ماني دكتور كمبيوتر. صح يا اخي، ما ادري ايش مثلين كذا. ترى والله العظيم لما نتقابل واحد من اخوياك الكتماني ترى والله ما يسولف كذا يا عيال، ما هو في لعبه. نروح كافي؟ لا نجلس هنا احسن. مو احسن؟ ايوه في سوني هنا في الجامعه. لا يكون يلا عندهم بلاك اوبس. عندهم في سوني سوري. لا يكون في سوني هنا في الجامعة. لا يكون سوري. دخل سوري. The cup is upside down. You did not just pour Coca-Cola on the wrong side of the cup. Just turn your cup around, then you can use it. No, don't be doing this garbage, bro. This is not a life hack. The life hack is turn your cup around. Don't be drinking out of tape. I'm pretty sure you can't do that. It won't even hold for. مش كانوا هذه الحركة ترى حتى هم الأجانب يكرهونها أصلاً، مو بس عنا. سلك مقطع عنها إن شاء الله. طلاب الأعزاء معكم مدرسة الفنية جديد، اليوم راح أقول لكم خطاب. دزم أنت وخطابك، نبي نرسم. ليه؟ والله صرت عليه البارح وأنا أكتبه. حرام كذا. لا ما هي مشكلة. اليوم راح أعلمكم أو كيف نرسم قلوب وفراشات لنعبر عن الحب والامتنان. يا أبوي وش اللي قلوب وفراشات؟ استرجل كل رسمه بعير فنجان ودلة. خلاص كل واحد يرسم اللي يبيه. لا 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 كذا أنت حيرتنا. لازم لحد الزمة شيء محدد. أعطيتكم شيء محدد. خلاص بنرسمك. والله وش فيك فرحان تراك شين. نعم يا والله النكره. أنت ليش عدواني؟ ترى عارف كيف أحاربك. تحاربني بفراشاتك. صح البكالة. استغفر الله. هذا جاك حنا مدرسة دنيا عيال عندنا. شباب يقهر يا عيال. يا رب ما يشوف المقطع يا عيال. يقهر وعنصري وبالذين كذا نفسك تصطر كذا. قهرني والله قهرني قسان. شفت المقطع هذا على حساب الثاني والله مرة قهرني. يا عيال نفسك تصطر بس عاد شو تبي تسوي؟ تنفص المشكلة والله دامك سوري بتنفص. لقيت لكم أسهل طريقة ترسمون فيها شخصية شفيق. كلكم تقدرون تسوونها بإذن الله. أول شيء تكتبون الرقم 3 بالإنجليزي بشكل مائل كذا، بين تتركون مسافة بسيطة تكتبون فيها الرقم 7، وفي الجهة الثانية تكتبون 7 معكوسة، وفي هالمكان تكتبون الرقم 5، وفي الجهة الثانية تكتبون 5 معكوسة بعد، بين تشبكون 7 بالـ7 وترسمون دوائر العين هذه،
بين تشبكون الأطراف اللي فوق تكون الرأس وترسمون الجفن وعدسات العين، بين تشبكون الأطراف السفلية ببعض وداخلها الفم وترسمون الأسنان، بين ترسمون الملابس ولا تنسون الحواجب. ومبروك، هذه هي النتيجة، لكم الخيار انكم تلونونها، انا عن نفسي وهذه هي النتيجة. يا عيال جو الفنانين جوي مرة جو، انا رسمت كل شيء لشفيخ، سويت طلع الشمشن ماكو سبع بدنجانة مع بنجان مجرجع باللبن كان سعان كذا بس هدف معكوس كل عياله ما هذا عيال احب قسما بالله اسطورتي بعد بس ما ترى قصه كذا كامله عاد ما نمشي افضل قصه قالها عن شخص واحد حب له بنت خال تعدل له القلوب والمهاجيس وسير ورق الراي خمسه الصفوف احلف بربح يزم ولف في الليل انك مناك لابسات المناشيف واللي ما يتم عسى يا رب ما يشوفك نسيت بس يلا هذه ماتوا حرب لا حادث لا المشكلة انه ماتوا لا عشق وما بقى الا وغد عنده راح له رجله وقال اسمعي اقفلي عليه بغرفة ولا يطلع ولا يجي وغد عمره 12 سنة طول عمره هو محشور بغرفة حيشته وحي ما جابه اخر صدق الام نسيت تقفل باب الغرفة وطلعت معه عنبريته المشط وهي تروح بنت جيرانها ويتمشط شعرها وتسولف معه سمعت صوت وراه يقول له يا يمه يوم التفتت الام مر هذا ولده قال له وش اللي بحضنك الولد بحياته كله ما شاف الا امه وابوه الكائن الغريب اللي بحضن امي هذا منه ليش تهلم ما تدري وش تقول قالت هذا الذيب قال لي وهو يرجع للغرفة أول ما دخلت عليه بالغرفة قال له يمه الذيب ما له قذلة هالهلية ولا له ثمان مثل جات مع ذيب والذيب ما يمشط بالعنبرية هوهني من مرقده في حش الذيب يعني ينام بحضن الرخ وسيارة هو يترعي له قالت هذا الظاهر انه بيلحق اخوان وغد عمره 12 سنة يطلع منه كل هالكلام يا عيال مبدع والله كلام مبدع يا عيال انا احب الشعر انا شخصي احب الشعر والله احب الشعر يوم رجله قال تفزع قال ابو كان شاعر من العيار الثقيل قال له ينشغل باي شيء وده يم الشيخ للشيخ صنع مدرسة راح له هالولد على بال انه بيعلمه حروف فجاه الشيخ قال قل الف ثلاثة ولي في الروح قبل امس شفناه غر وني يسلي عن جميع المعاني يرعي له الشيخ قال له قلبه قال الباب قلبي شيد القصر مبناه ودعى مبانا غيرها مرهماني هو الرعيل والشيخ قال لي خيوت سيارة قلت التاء تراني كلمة وحيط طرياه قلت الثاء ثلو القلب ما حدني بيرفاه إلا من خلي عذابه سقاني الشيخ قفلت معه وقال له الطاء يا طفل الطاء طوى قلبي من البعد فرقاه يجعل يطوي قلبك اللي طواني يا عيال ما في عيال والله مبدع الولد والله لو عندي يا عيال كذا حنطه وخلي فوق خذ بس يقول شعار جامد اهو وانا ماشي كده شلون انا اقول لكم هذه شلون هذه بما ان حط هذه هنا تمام وهذه ترى هذه ما تصير اللي كانت على كتاب ليش لان لما يجيب القلم يجي يسوي كذا فايش اللي هنا تنشد مع القلم بحكم ان القلم جاي هنا فايش بتتحرك لو تروح من هنا برضو بتتحرك لكن سوى على ورقه هذا اللي يسوي لك اياها شق الورقه حط على الارض يسوي والله ما تصير خلي مني عرفنا بحالك الزاهد فهد سعود فهد بتشجع مين فهد اكيد المنتخب القطري صح بس انا عندي كلام اقوله تفضل المكان هنا حلو بس اللي بيجي هنا بيطب على جهنم سباحي زق معه وصراحه ما حق صراحه ما حق انا مرتين عزمت على بوليفارد لكن ما بيدخل جهنم من ورا شيء انا كل صناعه المقطع ايش بغيت اسوي لك الاشتراك اول مقطع فجرونا اياه ان شاء الله كذا يكون كويس مره فلا تسوي لك الاشتراك سبت تحت متواجد في انستغرام اكثر شيء وبس باي باي.